طيب استاذ فايق، احنا تقريبا وصلنا عند سنة 1979، وراح نتكلم هنا عن الانقلاب اللي قام فيه صدام حسين ضد احمد حسن البكر، وايضا راح نتكلم شلون صدام استفاد واستغل الظروف وهيئ الارض وسيطر الى ان وصل الى انقلاب 79. لكن بما اننا راح نتكلم الحين، نبدا نتكلم عن صدام حسين والأحداث التي جرت خصوصا في الثمانينات وما تلا فترة الثمانينات، مهم هني أستفيد أيضا من وجودك معي في هذا البرنامج بصفتك الأستاذ فايق شيخ علي الباحث في الشأن العراقي، ونتحدث عن صدام أكثر من خلال قراءتك لتاريخ صدام منذ ولادته وأبرز المحطات اللي هو مر فيها إلى أن وصل إلى أنه هو انقلب على أحمد حسن البكر وصار هو الرئيس العراقي. شكراً أستاذ عمار. بودي يعني قبل أن أبدأ الإجابة على هذا السؤال المهم أن أصارحك وأصارح الشعب العراقي أنه أنا كنت أو قضيت عمري معارض الصدام، لكن بمجرد أن انتهى نظام حكمه بال2003 امتنعت عن الإساءة له أو ذكر سيء، وسبب لأنني كنت أفتخر أنا واجهته لما كان رئيس جمهورية، لما كانت بيده السلطة، لما كان باستطاعته الوصول إلي ويعني حتى اغتيالي. أما أنه بعد سقوطه لا يجوز، وليس من أخلاق الفرسان أنه الإنسان يتوغل ويتغول ويستمر في الإساءة إلى صدام حسين. لكن بما أننا أمام برنامج تاريخي وصندوق أسود، ولابد من عرض الحقائق أمام العالم وأمام الشعب العراقي أيضا بشكل خاص، فأجد نفسي أنه يعني أسمح لنفسي أن أتحدث عنه بموضوعية. أنا هذا الكلمة أبي بس أأكد عليها، أن بغض النظر عن الأشخاص، احنا اساسا يعني منهجنا في الصندوق الاسود اننا لا نسيء لاي شخص ايا كان وايا كان تاريخه، احنا نتناول هذه الشخصيات التاريخيه ونسلط عليها الضوء ونتحدث عن مواقفها. صحيح، بكل تاكيد احنا لن نسيء لاي شخص ايا كان وايا كانت الجرائم او الافعال أو الحسنات اللي قام فيها سلباً أو إيجاباً. المشكلة أنه هو يعني ما لم يبقي حسنة حتى واحد، يعني لا أتكلم بشكل عام عن الجميع، عن الجميع ولا أستثني أحد. ولذا يعني لما مجرد أن تتحدث عن صدام تذكر قائمة الحروب الخارجية والداخلية والكوارث وتبديد الأموال وإلى آخره، يعني حسنات أنه بنى شوية بالعراق، هاي النقطة يعني. وحسناته أيضا بمشاركته أيام عهد البكر، يعني هو كان مرحلة البناء. صدام حسين شخصية معقدة ومركبة وغير سهلة، يمتاز بصفات إيجابية وأخرى سلبية. الإيجابية يمتاز بالشجاعة والإقدام و عدم الخوف والهيبة من أي شيء، والتخطيط لعمل أي شيء، ووضوح الهدف للوصول إليه. لأن كلهن امتيازات يمتاز بهن صدام حسين من الصغر، لكنه هي إيجابيات ومديح يعني. لكن السلبيات: مجرم، قاتل، طاغوت، لا يعرف الحرام والحلال، لا يفرق بين بريء ومذنب، لا، هاي كلها صفات. والسبب في تعقيد شخصية هذا الرجل هو أنه نشأته في بيئة، لحد الآن العراقيين والعرب والعالم لما يوصفوه يقولون صدام حسين التكريتي، وهي جريمة بحق، يعني تكريت جريمة. يعني أنت إذا تدخل على الويكيبيديا وتدخل على جوجل من تكتب صدام حسين يطلع لي صدام حسين التكريتي. جريمة، هاي خطيئة. وين وجه الجريمة؟ وهاي النقطة اللي ما حد يعرفها، أو اللي يعرفوها بس أهل تكريت وأهل العوجة وقلائل من المتخصصين. تكريت تنفي نسبة صدام إليها وتأبى أن يكون صدام حسين من تكريت، لأن أكثر القيادات العسكرية والشخصيات اللي قتلها صدام حسين هم من تكريت.
كلهم برتب فريق جنرالات من حردان التكريتي إلى عمر الهزاع إلى طاهر يحيى إلى 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 كل هذول يعني تكارت قتلهم صدام. قتل صدام لهم لا ينفي أنه هو من تكريت. لا الآن جايك لا لا أقول أنه تكريت تأبى أن تنسب صدام إليها لهذه الأسباب. أما هو شنو صديق طفولته، إحنا مرة ذكرنا اسم الكتاب أو اسم إبراهيم الزبيدي في كتابه دولة الإذاعة، لأن إبراهيم الزبيدي ما يزال حيا يرزق، وعدنان خير الله نفس العمر مواليد 41 أو 40، صدام حسين ابن خالة عدنان خالة يصير خير الله طلفاح أكبر منهم بثلاث سنين إلى أربع سنين مواليد 37 أو 38 على أي حال، فهم نشأوا في بيئة واحدة وفي منطقة واحدة وفي منطقة العوجة وكانوا أصدقاء طفولة. فلما يوصف إبراهيم الزبيدي يوصف علاقته بي اللي استمرت إلى يعني مطلع السبعينات، وبعدين غادر العراق وترك لأن عرف صدام بالنتيجة يقتله، يقتله لأن كل من يعرف طفولة صدام راح يصفيه بالأخير، وصفى هواية كثيرين. هو إبراهيم الزبيدي يتحدث في دولة الإذاعة، يقول إبراهيم الزبيدي بأنه انتسبوا هم إلى عمر بيك، وهي فعلا موجود شجرة النسب مالتهم، وهم أهل تكريت ما يعرفون منو عمر ومن أين أتته البيقوية، يا عمر ويا بيك ما يعرفون، كل ما هنالك يعرفون أنه شخص من الجنوب من إحدى مدن الجنوب العراقي نزح أجد تكريت، هو وعائلته وأبنائه وأحفاده وكذا، قبل من الآن من هاللحظة إحنا بسنة 2020 يعني قبل 130 سنة مثلا بالحدود هذا أجد سكن تكريت، وذولا كانوا يحبون المشاكل يعني يحملون المسدسات والسكاكين والهراوات، وبالعراقي المقوار، المقوار هو الهراوة لكن فيه رأس من القير في الشكل يضربون به الإنسان، عندهم مشاكل. وأهل تكريت ناس محترمين ومثقفين وبعيدين عن المشاكل ومسالمين، وعشائر تكريت معروفة يعني كل تكريت ثلاث عشائر، واحدة من أهم العشائر أهل صلاح عمر علي التكريتي، العشيرة الثانية أهل حمادي شاب، وبالإضافة إلى التكارت الآخرين، فمعروفين يعني هم كأسر وعشائر. تكريت مدينة قديمة معروفة، فنبذوا عمر بيك هو وعائلته وأحفاده واللي جايين معه، فاضطر يطلع لأنه قاطعوهم لم يعاملوهم لم يتعاملوا معهم، فاضطر يطلع 10 كيلومترات 11 كيلومتر عن تكريت، اختاروا منطقة اسمها العوجة، راحوا سكنوا بها وزرعوا بها. طبعا انت من تسأل أهل العوجة يجيبون بأنه النهر نهر دجلة حينما يمر في هذه المنطقة يعوج أو يعني يلف ينحني، نعم هالشكل أو يلف، إيه وكذب، أنا رايح أنا عايش يعني بالعراق ورايح للعوج ورايح التكريت لا ينحني ولا أبد مستمر بخط مستقيم النهر، فهي كذبة، وإنما أطلق عليهم لعواج أهلها، لعواج أهلها وعوجاجهم وعدم يعني سلامتهم من هالناحية، رغم أنه أهل العوجة اللي هم عشيرة البيقات وكناس محترمين بها، بها بيت الرشيد، بيت الهزاع، بيت الندى، ناس دولة كلهم أشراف ومحترمين، لكن أهل صدام وأسرة صدام معروفة عنهم بأنه تحترف القتل والجريمة والسرقة. صدام نشأ طفولة يعني ضائعة سائبة، ما لما أجل الدنيا ما عنده أبوه هو، فتفل خاله خير الله طلفاح، وأمه تزوجت إبراهيم الحسن، ومعروف معاملة إبراهيم الحسن اللي هو والد برزان وسبعاوي وطبان، معاملته القاسية لصدام يعني كان يضربه بشكل مستمر. فصدام من هو وطفل يعني بيت زوج أمه يضرب، بالشارع من يلعب مع الأطفال يضرب، بالمدرسة يضرب، فصار عنده تفكير بأنه وهو ابن هذه القرية أنه ما يقدر يعيش ويعتمد على نفسه وعلى القوة،
فمن هو وصغير بدأ يحمل المسدس. هذا الكلام اللي قاعد تتفضل فيه عن تفاصيل حياة صدام، المشاهد اللي حاب يرجع وين ممكن يقرأ هالكلام؟ يعني هو هذا إبراهيم الزبيدي كأحد أصدقائه، هذا واحد. دولة الإذاعة، دولة الإذاعة، هذا واحد. صلاح عمر علي التكريتي في مقابلات أجراها معه غسان شربل ونشرت في جريدة الحياة، ثم طبعت في كتاب اسمه صدام مرة من هنا. جيد، احنا بس يعني مصدرين مصادر. يعني جيد الإشارة حق اللي حاب انه يستزيد يعني. اي نعم. طيب. واكو مصادر اخرى، متعمد انا اذكر الذني مصدرين، راح اذكر مصدرين اخرين جعلوا من صدام حسين، هذان المصدران جعلا من صدام حسين، واقصد طبعا كاتبيهما، الها من آلهة وادي الرافدين، اللي هو الدكتور أمير اسكندر في كتابه صدام مناضلا ومفكرا، تخيل يعني مفكر ومناضل، وفؤاد مطر في كتابه صدام الرجل والقضية وشي من هالقبيل. هذول يعني ذول نقيض ما ذكره رفاق صدام اللي من حزب البعث، اللي من حزب البعث وأصدقاء واللي ابن الطفولة ويعرفون البيئة وكذا، خلاف هذول يوصفون شيء ويتكلمون عن واقع، رغم أنه صلاح عمر علي رجال تكريتي يعني، وما عدى عداء شخصي ويا صدام حسين، عدى خلاف بالفكر وبالسياسة والمنهج. طيب. أما إبراهيم الزبيدي أيضا بقى صديق لصدام حسين إلى أن افترقا يعني. طيب. نرجع لصدام اللي هو بدأ يشيل السلاح ويطلع من بيت زوج والدته، ولذا في عام 58 خاله خير الله تلفاح أمر أن يقتل سعدون الناصري اللي هو من نفس الأسرة، بس كان شيوعي، وصدام كان بعثي. هاي حصلت الحادثة في عام 58، وأحيل صدام إلى محكمة الشعب في ذلك الوقت، ثم أحيلت أوراقه إلى المحاكم العادية وحكم أيام عبد الكريم القاسم. أيام عبد الكريم، هذا الكلام ب 58. سعدون، قصة سعدون الناصري معروفة لدى العراقيين بأن صدام قتله، وإبراهيم الزبيدي يتحدث عن أنه في تلك الليلة كان سوية هو وإبراهيم وبالمقهى، وقاعد سعدون الناصري وطلب من عنده فلوس، طا سعدون دينارين في عام 58، يعني بالضبط تعادل الآن 2000 دينار كويتي يعني في زمانه. هاي كان فأول جريمة قام فيها صدام حسين كانت سنة 58، أول جريمة معلنة، لكن قبلها هو ارتكب هواية جرائم ضد المدرسين والمعلمين، في ضد آخرين في تكريت يعني بالدراسة لما كان بالابتدائية، فهاي معلنة لأنه اتهم وحوكم من أجلها، واستمرت بعدين هو الصد لعبد الكريم قاسم حال حال بقية رفاق البعثيين، وانصاب وبدأت القصة من هناك، فأضفوا على صدام لأنه تصدى لعبد الكريم قاسم وكذا، أضفوا عليه هالة من البطولة والشجاعة، لا سيما وهو عرف شلون يسوق نفسه أولا من خلال هذين الكتابين للدكتور أمير اسكندر ولفؤاد مطر، وناهيك عن الإعلام كل اللي سيطر عليه صدام. ثانيا عمل فيلم بالثمانينات اسمه الأيام الطويلة، ويعني أقل من ساعتين الفيلم، تبين تتركز على بطولته وفروسيته، لأنه يركب فرس بعد ما ينصاب ويروح إلى تكريت، وهروبه من العراق إلى سوريا، قصص طويلة. دوبك مو عوايدك عشان تخرى خاله، احنا من كنا بالجيش كنا ننام بلابسنا، خصوصا اذا عدنا حركات، حتى نكون مستعدين. تعال رفيقك اخبرني انا خبرك، قال احرق كل الاوراق والكتب اللي عندك. شكرا خاله. شنو معنى هذا التبليغ؟ فتكون على حذر، خش يصير ليش تتوقع يلزموك؟ ماذا؟ تعال تعال.
ما تيجي تسرني خصوصا شغالين. انت متورط بشي؟ لا شوفني، أنا أكبر منك سنا وأعرف منك بالحياة، أشوف من الأحسن تقولي. ماكو شي خالي. صدام عضو صغير في حزب البعث، يعني تأثر بتكريت بأحد الأساتذة وصار هو بعثي، يعني حالة حال صلاح عمر العلي أكبر منه طبعا صلاح، وإبراهيم الزبيدي وآخرين، هم ذول الشباب يعني، وحتى عدنان خير الله، لأن في ذلك الوقت اللي احنا نتحدث عنه يعني بالخمسينات كان الصوت العالي للشيوعيين وليس للبعث، فالبعثيين معروفين معدودين، فهو عضو صغير في حزب البعث، ولذا بعد عملية اغتيال عبد الكريم قاسم من هرب إلى سوريا يقول حازم جواد في مذكراته وطالب شبيب، وهذول أهم شخصين قياديين قادا انقلاب 8 شباط عام 63، يقولان بأنه جاء إلى سوريا وأردنا تكريمه، وطبعا فؤاد الركاني ليش هرب من العراق إلى سوريا بعد اغتيال عبد الكريم قاسم في عام 59؟ هربا من المحاكمة طبعا، لأنه عرف بأن هو أحد المتهمين بالاغتيال، فمنهم من ألقي القبض عليه وحكم، ومنهم من لم يلقى القبض عليه، واحد منهم صدام حسين وطلع من العراق. ومهم أنا قلت لك عبد الكريم قاسم والله ما أكره، والله ما أكره، وأنا أطلقت علي الرصاص. أنا اعتقلت بال64 واعتقلت وهربت، اعتقلت قبل الأربعة وستين بال59، كنت طالب بالسنة الأخيرة بالثانوية، واعتقل خالي وابن عمي ولد عمي وخوالي وعمامي بزمن الخالد عبد الكريم قاسم. ونيجي الخالد الآخر، اعتقلنا بال64، بال64 كنا حقيقة عادين خطة لقلب نظام الحكم، وأنا مسؤول الخط العسكري ذاك الوقت. فش كثر عدد أعضاء القيادة اللي يعدون الخطة؟ احنا كنا عدد قليل. أنا بالتحقيق قلت لهم أنا المسؤول، أحمد حسن البكر قلت لهم لا هذا صديق عبد السلام عارف، وهو كان مسؤول أعلى مني، بس أنا كنت مسؤول الخط العسكري ومتحمس للثورة، فلازم أتحمل بشرف دفاعا عن شخص الأمين العام للحزب اللي أكبر مني، فأخذت المسؤولية على عاتقي. فيقول اجانا بسرداب وقلنا احنا شعدنا نكرمه، لا عدنا فلوس ولا عدنا عطايا ولا هدايا ولا كذا، كل ما هنالك النقلة من نصير وهو عضو صغير الى انه عضو بالحزب، يردد العضوية، لان درجات حزب البعث العربي الاشتراكي هاي مهمة، تبدأ اول ما ينتمي الانسان يسموه مؤيد، اذا رفعوه يصير نصير، ثم نصير متقدم، هنا ثلاث مراحل، ثم يترشح إلى العضوية، يعني هو ثلاث مراحل يمر بها بعد قبل ما يترشح إلى ثلاث مراحل يمر بها هو بعد مو عضو تحت التقييم والمراقبة والتقييم وشلون يكتب تقارير عن ناس، يراقب شن خدمته للبعث، إذا شافوه زين وكاتب تقارير يكسر رقاب قولتنا بالعراقي هواية يكرموه يسوي عضو بحزب البعث، فيصعد يصير عضو يؤدي يمين العضوية ويسموهم الشرف العضوية، فيؤدي القسم مال حزب البعث، فيصير عضو عامل، ثم إذا أثبت وجود من عضو عامل إذا إلى عضو فرقة، ثم عضو شعبة، ثم عضو فرع، ثم عضو قيادة قطرية، ثم عضو قيادة قومية، هاي درجات يعني حزب البعث. فصدام يعني نصير عضو كلش بسيط بالبعث، كرمه سوى عضو عامل أدى شرفه، صار حالة حال الأعضاء. ومن ذاك ثمن ترقيته من نصير إلى عضو رسمي في حزب البعث
هو مشاركته في اغتيال عبد الكريم قاسم، هو هاي كرموه اعتبروها بطولة وتصدى وانجرح هو فعلا، لأنه جاءته إطلاقة من شرطي، شرطي مرور بالشارع كان يحرس ويتوقف في منطقة ساحة الغريري الآن تسمى، لأن عبد الكريم قاسم بعد أن تعرض إلى محاولة الاغتيال لم يمت وإنما جرح، فلأنه عسكري وقائد وضابط وهينام بالسيارة، فصار الرمي ما يلوح بجسده، يعني يلوح السيارة أو ينال من السيارة اللي هو بيها. وهم صوروا بأنه قتل أو انتهى، بعد ما راحوا قام عبد الكريم قاسم، صارت مقاومة من أحد مرافقي ومن أحد الشرطة اللي بالشارع، أطلقوا نار فانقتل عبد الوهاب الغريري، وقيل أنه عبد الكريم قاسم قبل ما ينبطح في السيارة يأخذ وضع الانبطاح رمى أطلاق على أحد الذين أراد أو جاء إليه يريد أن يقتله بداخل السيارة، رماه كضابط ومعترف قتله، فهذا المقتول هو عبد الوهاب الغريري اللي الآن أكو ساحة في شارع رشيد باسم عبد الوهاب الغريري، لكن غيرت هذه الساحة الآن وسميت بساحة عبد الكريم قاسم. طيب فهذه طفولة صدام. طبعا من سوريا طلع إلى مصر وعاش فترة 3 سنوات، وهذا هنا بدأ لأنه صار عضو بدأ يكلف مثلا مسؤول تنظيمات الدول العربية والخليج والكذا، صار صدام حسين هو مصر، هذا الحكي 60s، احنا الآن نتحدث عام 61 وعام. فبقى فترة في مصر، ثم حصل انقلاب عبد السلام عارف، جاء إلى العراق، وكان مع عبد السلام عارف لما انقلب عبد السلام عارف على البعثيين اللي هم الحرس القومي اللي تحدثنا عنه بعد أشهر من انقلاب 8 شباط في نهاية 63 تقريبا، أي في تشرين 63 نوفمبر انقلب عبد السلام. فهو هنا صدام بدأ يعني طبعا صار مسؤول مكاتب الفلاحية، والأهم من هذا بدأ بتشكيل جهاز حنين، هاي منها تبدأ القصة من أيام عبد السلام عارف اللي تم تفعيله بشكل أكبر بالسبعينات، اللي صار جهاز المخابرات الحالي اللي صار هو نفسه من اللي بذر البذرة وأسس واللي أسس هو صدام حسين. هذا شنو؟ جهاز حنين اللي هو متعلق بالمكتب العسكري، يعني ايش اكو ضابط عسكري بالدولة بعثي، هذا الجهاز هو اللي يراقبه ويحميه ويتابعه وكذا، جهاز استخبارات، هو جهاز استخباراتي حزبي متابع للدولة وإنما حزبي اللي يتحكم به ورئيسه صدام حسين، من عناصره سعدون شاكر وبرزان التكريتي وآخرين، وجمع صدام في ذلك الوقت بعض الأشقياء الموجودين بالعراق وبغداد، بعض القتلة والمجرمين المعروفين في العراق، جمعهم كلهم طوعهم بهذا الجهاز مقابل رواتب ومغريات. على أي حال جهاز حنين هو البذرة الأولى لجهاز المخابرات العراقي اللي وراء كل عمليات الاغتيالات والقتل التي حصلت بالعراق، لأن صدام عرف يبني هذا الجهاز. وصدام من ذاك الوقت وهو بعد شاب في الستينات، يعني عمره 30 سنة، أقل 30 سنة، 20 هو، ماذا قلنا مواليد 37 وإحنا نتحدث بالستينات، أقل 30 سنة، على أي حال كان يستهين بالبعثيين والقيادات والهوية، يعتبرهم جبناء ما عندهم إقدام ولا عندهم تصور للمسك واستلام السلطة
ما كان عندهم، بينما هو عنده هذا الطموح ويعتبر نفسه مقدام، فلا بد من جهاز يوصله إلى السلطة. فهذا الجهاز هو اللي بنى، وفعلا هذا الجهاز هو اللي وصله إلى السلطة. ومن إجوا في عام 68 مع أحمد حسن البكر، صدام يمتلك هذا الجهاز بحيث يراقب أحمد حسن البكر، كان جهاز استخبارات عسكري. نعم، بس هو الذي يتحكم به، ولهذا كل العسكريين في ذلك الوقت يحسبون حسابا لهذا الجهاز، لأنه قام بعمليات سرية من صدام، محترف في المراقبة والقيام بعمليات سرية وتبنيها وقتل الناس. فنقدر نقول أن قوة صدام حسين خلال فترة أحمد حسن البكر تحديدا، هي فترة السبعينات، كانت سيطرته وهيمنته على جهاز حنين. بالضبط. بعد ما أيضا انتقل هذا الجهاز من صفة بصفة جهاز 73 صار جهاز مخابرات حزبي، أيه. إلى صار خلاص جهاز رسمي مخابرات على مستوى الدولة. صحيح. فبالتالي هو بعد خلاص مسك مفاصل الدولة كلها تحديده، المفاصل الأمنية المهمة. أي نعم، هي أهم شيء يعني. أهم شيء بالإضافة إلى المفاصل المالية، لأنه حتى من ناحية مالية تقاسم ويا أحمد حسن البكر، يعني نصف أموال الدولة المخصصة إلى رئيس الجمهورية صارت تروح إلى صدام حسين، ورئيس الجمهورية يشترك معه. وأحمد حسن البكر قريب الصدام من نفس الأسرة يعني، والعشيرة من العوجة والبيقات، كان مأمن بصدام ويعرف بأن يمسك بمفاصل الدولة الأمنية. وأحمد حسن البكر صاحب خبرة، وهو رجل عسكري وكبير، فيعني خلى صدام هو يقوم بهذه المهمات. البعض الآن يأتي بيقول لماذا لم مثلا يعزله أو يقيله أحمد حسن البكر الصدام حسين؟ جواب ما كان يستطيع، لأن كان صدام يتقاسم السلطة مع أحمد حسن، ومسيطر على أهم على مفاصل الدولة. نعم، مسيطر، فما يستطيع البكر، لا بل بالعكس كان يريد الحماية يعني من الآخرين. سنين دام احنا يعني قاعدين نتدرج في الأحداث وفي العلاقة حتى نفهم أكثر ماذا جرى سنة 79، وهي العلاقة بين يعني العلاقة في السابق بين عبد السلام عارف والبعثيين كانت متوترة، أو يعني البعثيين كانوا ينظرون بنظرة الريبة لعبد السلام عارف، عدل؟ تكلمنا في هذا الكلام قبل. لكن علاقة أحمد حسن البكر وصدام كانت في السنوات الأولى، رغم أنهم تقاسموا السلطة والكثير من الأمور، لكن علاقتهم كانت جيدة، جدا جيدة، ما كانت متوترة، لا لم تكن، ما كان أكو خلاف يعني نزاع بين معسكرين. كان أحمد حسن البكر يعني يعتبر صدام بشكل أو بآخر يد اليمنى. هو باستثناء يعني ما أدري، ورد أنه يمكن أما حازم جواد أو أحد القيادات البعثية يقول في مذكراته بأن البكر طلب من حردان التكريتي، قال له ما تخلصنا من هذا، يعني ما تكتل الصدام حسين. هذا صار يمكن في الأواخر، أول ما أجوا للسلطة، أول ما أجوا للسلطة ب68 طلب من عده، قال له ما تخلصنا من هذا، اكو هيك شيء روايه. بس الواقع يقول بانه البكر وصدام مشيا سويه، يعني لم يفترقا، كانا واحدا. طيب، فمعناته العلاقه حسب ما تذكر كانت جيده بين احمد حسن البكر وبين صدام حسين. وين النقطه اللي صدام بدا ينفرد بالسلطه وصلاحيات احمد حسن البكر بدات تتقلص، حتى نصل إلى أحداث 79 والانقلاب اللي قام فيه صدام على أحمد حسن البكر؟ شوف أستاذ عمار، لا نستطيع أن نحدد توقيتا لهذا الموضوع الذي تتطرق إليه، أبدا لا نستطيع. ليش؟ لأنه من أول يوم جاء إلى السلطة في عام 68، ومن ثم تم اختيار صدام حسين نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة، على اعتبار أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، المهم والبعث هو رقم واحد، من أول يوم تقاسم السلطة بتفاهم، ما كان توتر بينهم أبدا، بلا توتر. وبدأ الإعاز للإعلام أنه يعرض الاثنين معا، الأب القائد اللي هو أحمد حسن البكر، ورفيق المناضل صدام حسين.
أقوالهم، زياراتهم، لقاءاتهم، مست أبدا، لم تنقطع يوما. وصدام يقوم بمهمات كبيرة جدا نيابة عن رئيس الجمهورية، يعني بدون أن يقال في الإعلام نيابة، لا يكلف. أكبر أكبر حدث قام فيه صدام اللي هي قضية توقيع اتفاقية الجزائر وتأميم النفط وتأميم النفط واتفاقية آذار والحكم الذاتي والجبهة الوطنية. أي نعم، كل هذين يقوم بهن صدام حسين، وموجود أحمد حسن البكر، يعني هاي حقيقة. هو ما عنده صفة رسمية في هيكل الدولة، صفته فقط حزبية. أي بس هو مجلس قيادة الثورة على اعتبار هو أشبه بالسلطة التشريعية والتنفيذية للدولة، فصدام بالصفة الحزبية هو نائب لهذا المجلس، نائب لهذا المجلس، مو نائب رئيس الجمهورية، لأن في بداية 68 ذكرناها صالح مهدي عماش كان نائب، ولاحقا بعدين لما صار اتفاق ويا الأكراد صار طاها محي الدين معروف بال 76 أو 75. المهم فقصدي أنه فلا يوجد تقول لي نقطة، لا يوجد نقطة انطلاق أو نقطة خلاف أو كذا. وحتى الخلافات دائما لما يروح شخص يوصل أحمد حسن البكر باعتباره رئيس الجمهورية معلومة معينة يقول له راجع صدام، أو إذا كانت ضد صدام يسكت أحمد حسن البكر، بعدين يسأل صدام يقول له فلان إجا قال لي كذا وكذا، شنو الجواب، ويسمع جوابا مغايرا من صدام حسين. طيب شنو اللي صار في 79، وهذا كلامك أنت ذكرته في السابق، في عام 79 أزاح صدام حسين الرئيس البكر وحل مكانه رئيسا للعراق في مؤامرة معروفة ومكشوفة. شنو المؤامرة وليش انقلب صدام على البكر؟ حدثان مهمان إقليميان، حدثان كبيران جدا. الأول الوحدة مع سوريا في عام 78، والثاني بدء الثورة الإيرانية في عام 78، ثم انتصارها بقيادة السيد الخميني في عام 79. هذان الحدثان هما اللذان ألهما صدام حسين ودفعاه إلى أن يستولي على السلطة. لماذا؟ حتى يجهض الوحدة مع سوريا، وراح أبين لك السبب، وحتى يقف بوجه إيران وأيضا أبين لك السبب. حتى يجهض الوحدة مع سوريا، لأنه بالوحدة مع سوريا راح يكون رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر، نائب رئيس الجمهورية من سوريا حافظ الأسد. هذا كان الاتفاق، هذا الاتفاق هو هكذا، يعني حتى لو لم يكن مكتوبا، لو لم يتحدث به، هو هالشكل لازم يصير، لأن ذاك رئيس جمهورية وهذا رئيس جمهورية، فشلون يعني لابد أنه. فصدام وين راح يكون؟ يعني ما له موقع مهم قيادي ولا ويفقد حتى موقع الأول كنائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وما يتحق لأنه يجي الآن حافظ أسد، فالوضع اختلف هنا. هذا السبب الأول. السبب الثاني اللي تحدثنا عنه موضوع إيران، لأنه إيران الآن بدأت يعني تدعو إلى تصدير ثورة، ولا فمن الممكن جدا أنه يصير بالعراق ثورة، يصير انقلاب، يصير إلى آخره، فيقضى على حكم البعث في العراق. فصدام ما عنده استعداد يفرط بهذا الحكم، خصوصا دخلنا بعين الاعتبار أن علاقة صدام مع شاه إيران كانت علاقة جيدة، علاقة جيدة، واتفقوا على كل شيء وتفاهموا، وصارت زيارات متبادلة، ورئيس الوزراء الإيراني يزور العراق، والعراق المسؤولين يزورون إيران. أنا بعيني شفت الأمير عباس هويدا جزار العراق وجزار النجف بالسبعينات، يعني قبل الثورة الإيرانية، لو 77 لو 76، العلاقات كانت جيدة جدا، صار تطبيع حتى ما بين البلدين، لدرجة اللي سفرهم صدام والبكر سنة 70 من الإيرانيين والعراقيين اللي يحملون يعني التبعية أو اتهموا بأنهم إيرانيون، سفرهم عام 70 إلى إيران آلاف، ذولا من صار الصلح بدأوا يجون للعراق، بدوا يجون والناس تلتقي بيهم ويشوفوهم ويزورون، والعراقيين صاروا يروحون إلى إيران، العراقيين صاروا يروحون إلى إيران. العلاقات كانت طيبة جدا أيام شاه إيران، يعني أقصد بعد اتفاقية الجزائر في عام 75. وإذا فجأة جاء الخميني، والسيد الخميني مثل ما هو معروف، ترحيل السيد الخميني من العراق كان بطلب من صدام،
طب يطلب من منه لوين؟ يعني ترحيلة من العراق إلى إلى الخارج. لا مو صار الآن هو يقود إيه في السبعينات يعني تحديدا 78 صار السيد الخميني يقود الثورة في إيران من النجف. فطبعا هذا الآن مصدر إزعاج صار للحكومة، مع العلم هو متفق صدام ويا شاه إيران بأن السيد الخميني يسكت، يعني ما يخلي يشتغل ضد إيران وضد شاه إيران، ما يخليه يعني يشتغل من ناحية سياسية لغرض الإطاحة به. إن, 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 إن صدام يسيطر على الوضع ما يعطي منبر بالضبط، ويصير عليه تغيير بالضبط هذا. وإذا الآن هذا صار؟ ما صار؟ لا هذا ما صار، لأنه الآن بدأ السيد يسرب كاسيتات، قلت لك من خلال الزيارات المتبادلة اللي تجي إلى العراق، يعني ينطيهم كاسيتات يسجل بها ضد الشاه، وهاي الكاسيتات تروح إلى إيران وتسرب وتنتشر في أوساط الإيران، تطلع من العراق من النجف. فشاه إيران تدري اشتكى من هذه الحالة، يعني احنا متفقين شكل واللي جاي يصير الآن شكل آخر تماما. فهذا كان اللي أنه أرغم السيد الخميني على أن يغادر ويترك العراق. يعني شيء بشيء يذكر في إحدى حلقات برنامج الصندوق الأسود مع الدكتور عبد الله النفيسي، ذكر بأن من طلب من صدام حسين الضغط على السيد الخميني لإخراجه من العراق هو سيد الخوئي. لا أستطيع أن أنفي هذا الأمر نفيا قاطعا، ليس ردا على الدكتور النفيسي. لا، لماذا ليس ردا على الدكتور النفيسي؟ لأنه هذا الكلام موجود يتعاطى في العراق في أوساط ضيقة جدا، يعني ليس هو رأي الدكتور النفيسي لوحده، لا، وإنما البعض يتحدث به، البعض من بالعراق. بس شنو أحزاب، تيارات، أشخاص، علماء، ناس؟ لا علماء مهمين ولا سياسيين، ناس يعني تدري أنت أي موضوع يصير إحنا بالعراق يقعدون بالقهوة بالشارع بالكذا بالمحلات بالأسواق يسولفون، فيسولفون يقولون والله السيد الخوئي طلب من الحكومة أنه يسفرون السيد الخميني لأن صار مصدر قلق. كلام يعني كلام ما إلى أساس من الواقع أو من الحقيقة، تحليلات ناس وتروج بين أوساط معينة فيتبناها شخص، يجي فائق الشيخ علي يتبنى رأي، يجي الدكتور النفيسي يتبنى رأي، يجي لأن يوصل بالأخير أنه يعني فنتبنى هاي الآراء. تمين هذا حكومة إسلامية، هذا اللي سبب خلينا نقول التوتر اللي ذكرت عنه من قبل سيد محسن الحكيم، صح، اللي قال لك صح لا تروح، لا تروح. ولذلك يعني إلى أن مات سيد محسن ويا بعده أبو القاسم الخوئي، أبو القاسم الخوئي من أول يوم ركب سيارته وراح إلى صدام، عرفت شلون؟ وقال له أنا هذا الريال ما أبي في النجف. ولذلك اللي طلب ترحيل الخميني من النجف يومياً هني بالكويت على الحدود مو صدام حسين، صدام كان يبيه يقعد، بس أبو القاسم الخوئي كان يلح إن هذا يطلع لأنه قاعد يسبب، وفق نظرية أبو القاسم إنه قاعد يسبب فتنة عند الشباب، يعني الشباب مفتونين فيه صاروا في النجف ولا يسمعون كلامنا. نرجع هني مرة ثانية إلى 79 والانقلاب أو المؤامرة اللي أنت أسميتها اللي قام فيها صدام على أحمد حسن البكر، شنو اللي صار هني؟ اللي صار لهذه الأسباب التي ذكرتها، إيه نعم، موضوع سوريا وموضوع قرار إيران، صدام هو يبي ينفرد بالسلطة، قرر أنه حتى يكون القرار واحد والرأي واحد والسلطة واحدة وكذا. شنو اللي صار؟ أصار أنه أزح أحمد حسن بكر. شنو الأحداث؟ الأحداث أنه بالأصول أنت انتهى دورك وتطلع من الدولة، وهذا الخطاب اللي تقرأ وبكل كرامة واحترام. لا، إذا تقدر تعطيني يعني الأحداث بشيء من التفصيل أكثر إذا تحضرك تسلسل الأحداث. تسلسل الأحداث هنا صدام تمكن من كل شيء حتى صار ضابط،
يعني دخل دورة وأعطوه رتبة اللي هي فريق أول ركن من الكلية العسكرية، وتخرج حتى هذا قدر يحصلها بوجود أحمد حسن البكر، أصلا متقاسم ويا السلطة والإعلام والمال وإدارة الدولة والكذا. وأصلا صدام حسين متمكن من كل أغلب مو كل الوزراء هذا. الوزراء لا مو السيطرة على الدولة، لا الوزراء والبعث والكذا، يعني امتد في مفاصل الدولة كلها، واشترى ولاءات البعثيين الكبار والقيادات والوزراء هاي ما ذكرناها، هاي مهمة. فاشترى ولاءهم، شخص الآن الحالة بحيث تمهد إلى الطريق. بمجرد أن يقول للبكر خلاص انتهى دورك، انتهى دورك، يقدر يستولي على السلطة ثاني يوم، وراد يستولي لهذه الأسباب التي ذكرتها. ففاتح البكر بكل هدوء، استعان بأحد صدام هني حماياته، وهاي البكر كل شيء ما عنده حماية. يعني احنا اكتشفنا كعراقيين اللي يقف خلف البكر اسمه طارق حمد العبدالله، حتى هذا المرافق شلون صباح مرزة يقف خلف صدام حسين لآخر يوم، من أول يوم إلى آخر يوم صباح مرزة، كذلك طارق حمد العبدالله أيضا من أول يوم إلى آخر يوم خلف أحمد أنه يعمل لصدام حسين. والدليل انه استوزر صدام حسين، ويعني ما طلع طارق حمد العبد الله وابقاه فتره الى ان انتهى. اقول بان حتى هذا واصل له، يعني صدام زرع حتى في مكتب البكر، كان احد ابناء احمد حسن البكر محمد الله يرحمه طالب بالقانون، تخيل انا انجيت سنه 82 الى كليه القانون، دخلنا بالشعبه وشفنا كرسي مصبوغ اسود، فتفاجئنا منه ميت أنا، قالوا الكرسي مال محمد ابن أحمد حسن البكر، لأنه من قتله صدام صبغه أسود وبقى. حتى محمد اللي كان شرس وقال إلا أنا أقتل صدام حسين، وضربه أطلاقات راد يقتله وما قدر يقتله محمد ابن أحمد حسن البكر في السبعينات، لأنه قال صدام راح يدمر العراق. متى هذا الكلام؟ سبعينات. لا يعني متى؟ أي سبعينات؟ يعني 76. الشكل ليش ولد أحمد حسن البكر يبي يطلق النار على صدام؟ أطلق وليس يبي يطلق، أطلق النار. إيه نعم، لأن كان يقول للأبو ويقول له أنه هذا مجرم، هذا راح يدمر الدولة. أنت شنو معتمد عليه؟ ماكو رجال بالعراق غيره؟ وهي هاي يعني فت حقيقة مأساة. يعني ب68 صدام يجي للسلطة عمره 31 سنة وينفرد هذا الانفراد. احنا هني قاعدين نقول ان احمد حسن البكر العلاقة بينه وبين صدام كانت جيدة. اي متخللت تمسير سعانة الان انا وعمار تقي اصدقاء فد 20-30 سنة، يعني شلون ما فد يوم يصير بيناتنا مشكلة خلاف يصير مشكلة خلاف شيء وأن ابني يقوم يرفع السلاح عليك ويطلق الرصاص عليك شيء آخر. ابنه شاب ويعرف، ابنه بكبر صدام، هو أصغر شوية من صدام، يعرف بأن هذا يقرأ في مثل ما أنا قرأت في عيون صدام ب79 لما اعتلى بالسلطة بأن راح يدمر العراق، فكذلك ذاك بوقت مبكر قرأ في وجه صدام بأن ذاك ابن رئيس الجمهورية عارف التفاصيل أحسن من عدي، عارف صدام وين يتدخل بيا كبيرة ويا صغيرة، عارف بأن أباه يعني ليس هو الحاكم الفعلي للدولة وإنما الحاكم الفعلي صدام حسين. فتقول هو أطلق ولد شاب. تقول أطلق عليه الرصاص. إيه أطلق على صدام. شو صار بعدها؟ يعني هدؤوها بناتهم عشائريا على اعتبار أقارب وماكو شيء وهذا. بس صدام رجع انتقم. انتقم هو جهاز حنين اللي هي المخابرات، بعدين خلاله سيارة، هذا هو وعائلته وأطفاله اثنين وزوجته بالسيارة، طلع لهم لوري صعد عليهم أربعتهم قتلهم. حتى أحمد حسن البكر لما أحدهم ما أدري هذا بيا مصدر أنا قاري ما أتذكر من قال له يعني صدام اللي قتل ابنك محمد، قال له الله يلعنه وسكت، معش أكثر من هذا ماكو، لا سوى شيء. والأمر مو بيد أحمد حسن البكر، ما يقدر، لأن قلت لك اللي مسيطر على الدولة صدام. هني تقول صدام هو راح إلى أحمد حسن البكر في مقر إقامته، مقر رئاسة. أي يعني هم يلتقون يوميا، ما أعرف وين موعدهم هذا، بقصر الجمهورية أو خارج القصر الجمهوري. المهم أي قال له خلاص. قال له خلاص هذا ال
البيان والخطاب تقرا على الشعب العراقي حتى انت تبقى محافظ على مكانتك. طبعا هذا الكلام ايضا حسن العلوي يقوله، واستغربت انه ابن احمد حسن البكر الان موجود اسمه عبد السلام انكر هذا الشيء، قال لا شنو بالضبط انكر هذا الشيء انه ابويا اجبر على التنحي عن السلطه، وانما تنحى عن السلطه لان اكثر من مره قال للرفاقه بان انا رجل كبير ومريض واريد اتنحى عن السلطه، فتنحى عن السلطه بمحض ارادته. حسن العلوي ايش يقول؟ حسن العلوي يقول الكلام اللي انا اقوله، اللي هو اللي انه صدام ارغم احمد حسن البكر على التنحي عن السلطه، وليس كما يقول عبد السلام. عبد السلام يريد يحافظ على كرامة أبيه من هذا المنطلق. حسن العلوي يعني كاتب وسياسي ومؤرخ ومفكر، طيب يتحدث بمعلوماته. فإذا بناخذ روايتك ايه؟ أنه أجبر، أجبر نعم، بعد ما أجبر وقرأ البيان استولى صدام خلاص يوم 17 تموز. شنو صار على أحمد حسن البكر؟ البكر يوم 16 تموز قرر البيان، يوم 17 أصبحنا الصبح رئيس الجمهورية صدام حسين والقائد العام للقوات المسلحة، وشد رتبة مهيب ركن، وخلص صار الأمور بيد أحمد حسن البكر. راح قعد بالبيت، خلاه يروح يقعد بالبيت، وراتب تقاعدي ومخصصات وحماية وكل الموجودين بالبيت مخابرات صدام حسين، لا يقدر يتنفس ولا يقدر يتحرك. استمر وضع أحمد حسن البكر إلى عام 82 مات. هنا أغلب الناس يقولون صدام قتله بأوبر وكذا، وعبد السلام ابنه اللي موجود الآن ويكتب يقول لا، وإنما هو مات موتة طبيعية وجاءوا أطباء فحصوه وكذا وكان مريض. أنت تميل إلى أي رواية؟ هو لا شك أنه البكر كان كبيرا يعني في ذلك الوقت، فما تفرق عندي إذا صدام قتله أو مات موت الله، لأن بالأخير صدام هو حمل نعشة. صدام عنده صفة جميلة جدا، وهي أنه يقتل الميت ويمشي بجنازته. هاي صفة امتاز بها أبو عدي على كل القادة العراقيين، يقتلوا